أنا توجت ملكة جمال السعودية 2021، فنتفق أنه من زمان كان في ملكة جمال غض النظر عن المسابقة. في مسابقة ملكة جمال الكون تم التواصل معايا أني أمثل المملكة العربية السعودية، أول بنت سعودية تتوج. بعدين حصل تفاوض، كان في وقت رمضان، فحتى أنه أنا ما رديت، ما قدرت أتواصل مع المؤسسة ملكة جمال الكون، وللحين إحنا في حالة تفاوض وإن شاء الله نهاية سعيدة. ما كان في نقد سلبي إلا قلة من الدول المتشددة بتفكيرهم التقليدي للمرأة السعودية التقليدية اللي ما تتابع الموضة، وبالعكس يعني أنا شفت نقد إيجابي في المجتمع السعودي. أغلب المسابقات العربية كانوا عادي مستلطفين وبالعكس ومرتاحة أكثر من إنه مسابقات أوروبا. مثلاً مسابقة ملكة جمال الكوكب، في بعض البنات كانوا مستغربين بنت سعودية وكيف، كان عندهم أسئلة مرة كثيرة، مثلاً أنتوا للحين تتغطون؟ رؤيتي إن لبسي يكون محتشم وأمثل التراث السعودي بشكل صحيح، والبكيني طبعا مرفوض عندي، اما البس بكيني. حتى في اكثر من مسابقه لاحظتوا انه انا اغير اكون غير البنات كلهم. بنتي تقريبا دخلت التاريخ، يعني الايام الجايه راح يذكرون اول ملكه جمال انها رومي القحطاني اللي هي بنتي. فانا اقول لها دائما استمري، وانتي بصراحه قطعتي شوط كبير.